جهد كبير خلف خروج هذا الصرح الأكاديمي الكبير للنور، حيث تم افتتاح مقر كلية الإعلام بجامعة عين شمس بحضور نخبة من أساتذة كلية الإعلام وقيادات الجامعة. جامعة عين شمس النهاردة بتحتفل باحتفالية خاصة جدا وهو افتتاح المبنى. الحقيقة أن الكلية بدأت الدراسة فيها بعد صدور قرار معالي رئيس الوزراء في 12/9/2021، واستقبلنا دفعة صغيرة 59 طالب في مرحلة التحويلات. فإحنا عندنا سنة أولى خلصت، لكن يعني طول العام ومع الدفعة المحدودة صغيرة العدد أو يعني زي ما بنقول كده soft opening، كنا شغالين باستكمال كل مقومات الكلية بحيث ان احنا نكون جاهزين ان شاء الله لدخول مكتب التنسيق بقى واستقبال معتادة وطبيعية ان شاء الله خلال الايام القادمة اللي هي دفعة اولى جديدة ان شاء الله. الكلية هنا مجهزة بعلى مستوى، والدكاترة هنا برضو معنا خطوة بخطوة بيساعدونا في كل حاجة، وعملنا مشاريع كتير هنا في الكلية، عملنا افلام وعملنا سكريبتات وعملنا حاجات كويسة جدا في الكلية. ده بالنسبة للجزء العملي، غير مثلا رحنا زيارة لمدينة الانتاج الاعلامي واحنا لسه في اول ترم في الدفعة، وخدنا خبرات من هناك، وفي ناس كتير كوادر هناك كلمونا عن حاجات كتير في مجال الاعلام، وتعلمنا حاجات كتير في السنه دي خلتنا حاسين ان احنا فارقين عن كليات الاعلام التانيه. كليه الاعلام بجامعه عين شمس هي تطور لقسم علوم الاتصال التابع لكليه الاداب، والذي استمر لسنوات طويله يقدم الكوادر الاعلاميه المتميزه. هذا الحلم ظل حلم لكل جيل ولكل استاذ ولكل عضو هيئه تدريس وهيئه معاونه في قسم علوم الاتصال والاعلام. فاليوم بالنسبه لنا فرحه كبيره جدا، مش بس فرحه لاعضاء هيئه التدريس والهيئه المعاونه اللي بينتموا لهذه الكلية، ولكن هي أيضا فرحة لكل الخريجين اللي تخرجوا من قسم الإعلام، لأن هم بيشعروا أن هذه الكلية هم أيضا ينتموا إليها. يأتي افتتاح مقر كلية الإعلام الجديد بجامعة عين شمس كأحد آليات مواكبة التطور التكنولوجي الرقمي الذي يشهده الإعلام ووسائل الاتصالات الحديثة. كان من المعيب أن الجامعة بحجم عين شمس ما يكونش فيها كلية إعلام، مع أهمية هذا القطاع طبعا اللي مش خافية لا تخفى على أحد يعني. والاعلام تغير، اللي بتكلم دلوقتي على اعلام الرقمي، وعشان كده سميناها ديجيتال ميديا، كان ده المسمى الاولاني، وكانت لجنه القطاع ارتأت ان يكون كليه اعلام عين شمس فقط، لكن البرامج المميزه اللي فيها هو ما هوش اعلام تقليدي، بنتكلم كله ما هو يواكب العصر من السوشيال ميديا والديجيتال ميديا او الاعلام الرقمي وكل متطلبات العصر في الجيل اللي طالع عايز يكون بيدرسه. التدريب المستمر على احدث التقنيات الحديثه في المجال الاعلامي احد اهم الأهداف التي أنشئت من خلالها كلية الإعلام بجامعة عين شمس لمسايرة التطور الذي يشهده العالم في كل التخصصات. افتتاح كلية الإعلام جامعة عين شمس كصرح أكاديمي جديد يقدم كوادر إعلامية متخصصة ومواكبة للعصر الرقمي، مما يساهم في تطور العمل الإعلامي في مصر. من مقر كلية الإعلام جامعة عين شمس، نشوى صالح، التلفزيون المصري.